السلام عليكم، مرحبا بكم وجمعة مباركة عليكم. اليوم جيتكم في موضوع علاه كان دي زيكستري مثلا كيما هذا لو بري تاعو فوا 4 علاه يكون السعر تاعو غالي. شوف كاين زوج حوايج يخليو ليكستري غالي، هو كاين ان بارفان دو نيش، يعني البارفان الاصلي تاعو يكون اصلا غالي بزاف، وكاين الكاب تاني هو قرب لودور تاع البارفان. مثلا نفرضوا هذا بارفان فوا 4، هذا تلقى مثلا التطابق تاعو مع العطر الاصلي تلقاه 98% ولا 99%. نشوفوا مثلا العطر العادي ليكستري نورمال، ليكستري نورمال كيعود مليح يكون فوق 85% تطابق. مثلا هذا تلقاه 88% متطابق مع العطر الاصلي، وهادو لي زيكستري اللي تلقاهم كيما هذا فوا 4 فوا 3 فوا 2 تلقى التطابق تاعهم اقرب للعطر الاصلي. تلقى مثلا متطابق مع العطر الاصلي 98% 99% 95%، تسمى يعطيك لودور اكزاكت تاع العطر الاصلي. ولا يكون بارفان دو نيش، هو في حد ذاته في العطر الاصلي يكون غالي، مثلا العطر الاصلي يكون 10 ملايين 12 مليون، تلقاه في ليكستري تاني لانه نادر شويه ولا التقليد تاعو يكون صعيب شويه، تلقاه هو تاني يكون فوا 2 فوا 3 فوا 4. هذا هو الفرق بالنسبه للفواحان وبالنسبه للودور، هذيك تعتمد على لي كونتيتي وتعتمد على التعتيق اللي راح نحكيو عليه في مرات اخرى. والسلام عليكم.